الصوت واضح الآن؟ الصوت واضح الآن يا شباب؟ هنا ايوه الصوت واضح. جميل. ابو عاصم، نعم، تبي ترجع اول صفحة ولا نكمل ولا شلون؟ هنرجع طبعا، تبي ترجعها؟ اكيد يعني اكيد. مش ابي، عشان وشو؟ لانه في حد معانا اول مرة يحضر الكورس، وكلنا اللي طلاب، بنستفيد الراجع بالظبط عشان في طلاب جدد، صح؟ بالظبط كده، وكلنا بنستفيد بالراجع. مين قال جملة دي كلنا بنستفيد بالراجع دي؟ معجب ولا انا يا قبول؟ استاذ، معجب، تمام. عشان اللي بعد مو بذا بالظبط، استاذ عاصم. تفضل حبيبي. استاذ، هل فهد نفيس يصير قم جوال على الواتساب اساس ارسل رساله هو يرسل الشباب باقي؟ ما فيش مشكلة، بس انا كان مهم يرجع، ما ادري ليش. هو كلمني في أول ما دخل وبعدين الصوت اختفى. فهد النفيسي، بس اللي رقم الحين، فأنا بسل الرابط هو يرسل للشباب الباقيين. ممتاز، فكرة جميلة. خلاص كده توافقتوا، فهد وأبو فهد بس مع أنا بعض. بس أنت إيه؟ ما عندي رقم احد من الشباب. لا، هو انا الحين برسل لك رقم، الحين برسل لك رقم جوالي، كلمني على الخاص. خلاص ما عندي مشكله. خلاص الشباب كده تمام. فكرة تاني برضو يا ابو فهد. لا، ما اهلا بيك. لما العدد يكتمل زي ما كان من شويه، يعني لما العدد يوصل لتسعه زي ما كان الاربعه، خلاص ممكن تمام. تاخد ارقامهم كلهم، او زي ما انت قلت ممكن تحط الرابط بتاع الغرفه هنا، تمام، او بتاع الواتس، والناس كلها تدخل تمام، عليه مره واحده، بتكون فكره افضل. خلنا ارسل على كل الشباب الباقيين الحين، بخش على الواتساب عندي الحين وبنسخ الرابط وبرسل لهم. تمام، فكرة حلوة. الو، نعم، هلا، معك ماشي. فاصل الحين، خلي يخشون على الرابط الحين اللي مرسله لهم الحين، وعلى طول يحول عليهم. صوت واضح؟ تمام جدا. هتحط الرابط هنا في الغرفة، مظبوط. ارسلت على كل واحد، على كل شخص. ممتاز، واللي يدخل أسماء زيادة اعمل كده. تمام، ارسل بالجروب وخلاص. انا حطيت ارسلت، حطيت انا على طول. ممتاز. ابو عاصم، المقدمة بتاعتنا. نعم، تفضل. اذا تبغى مساعدة، احنا موجودين خدمة على فكرة. الله يبارك فيك. بخصوص ايه بالضبط؟ مثلا اشياء نحل فيه كذا، ناقص الصفحه وكذا اللي ما اخذناه. هذا اللي اتمناه، نساعد سوا. المساعده هنا مقصود بها ان احنا نساعد زميلنا. اي، هذا اللي اتمناه. ايوه اسلم.
المقصود هو المساعدة لزمايلنا اللي داخلين جدد. اي فعلا اي صح كذا اتفقنا. معلش اني قطعت عليك الكلام. لا ابدا. طيب ناخذ الاول محتويات الكتاب سريعا يا شباب. اليونت 0 تشيك اب التوبكس اللي موجوده في يونت 0 هتكلم عن الالفابت A B C D E F G. بعدين letter recognition and formation, how to write the letter capital and small from the left to the right, from up to down, from down to up, capital and small letters and their sounds. نعرف الفرق different between the sound and the letter. Numbers 0, 1, 2, 3, 200, okay. The names of people, like we said, معجب القحطاني, فهد النفيسي, عاصم الزيدان, like this. Countries and cities, like country, like Saudi Arabia, like Egypt, and cities like Riyadh, like Cairo. This is in the unit zero, in the very beginning of the unit. The next page for unit zero, لحظة بس الجهاز الكتاب بيحول. هلا. Zero check up. Classroom language and numbers. طبعا classroom means our Zoom meeting. Okay. Language مش المقصود بها هنا English. مقصود بها what we say in the classroom. For example, we say look, say, write, listen, read, match, ask, answer, and numbers. Now, repeat after me. Look. Look. Say. 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 How about you, شباب? Write. 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 Listen. Listen. Don't listen. Say listen, huh? Just listen. Listen. Read. Read. Match. 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 Ask. Ask. Answer. 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 Numbers. 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 Okay. الكلمات دي تحفظ كويس جدا. ما علينا من الترجمة اللي باللغة العربية مش قصتنا خالص دلوقتي. ليه؟ لأن كل كلمة من الكلمات دي ممكن في النطق تتشابه مع كلمة أخرى وممكن في الترجمة يكون لها معنى آخر. Okay. طيب. جميل. طيب. طبعا هذه اخذناها من قبل. انا عارف كل احنا اخذناها من قبل. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. حاولت اكثر من مره توي يدخل لي. اسف على التاخير. مش مشكله. الله يعطيك العافيه. تفضل. الله يبارك فيك. تفضلك الله. الغريبه ان محمد عبد الله احد الناس الجدد ما دخلش للاسف. ما فيش مشكله. احكي لك كده هنرفع الحلقه على اليوتيوب وهو يسمعها ان شاء الله. عبد الرحمن الشمراني قال انه موجود معنا من الاول. سعد الرويس, هذا ليس موعد محاضرتنا يا سعد, انت دخلت بالخطا. تمام. هنا we're going to talk about the numbers from 0 to 10.
Now. Repeat after me. Zero. 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 Oh. 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 You can say zero. You can say oh. Oh. One. 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 Two. One. Two. 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 Three. 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 Four. 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 Five. 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 Yeah. Six. 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 Seven. Seven. No, no, not seven. 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 Eight. 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 Nine. 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 And nine. Ten. And ten. Good. Very good. These are the numbers in English. لحظة بس الصفحة تقلب لأن الكتاب بس بياخد فترة في التحميل. أستاذ أبو عاصم تفضل. خبر سأقول في الرابط عندهم موجود خصوصاً قبل ما يسكر الزوم خليه يخش على الرابط. ممتاز، فكرة جميلة برضو. تقصد رابط الغرفة؟ إيه لا، رابط الواتساب. مجموعة الواتساب يعني. ماشي، جميل، فكرة جميلة. جميل. أستاذ عندي فكرة. تفضل. يا ليت الرئيس المجموعة اللي بيسوي الجروب يكتب رقمه الحين ومصوره، وإذا خلص الكلاس مكلمه خاص ويدخلنا الجروب. هو راجل عامل لنا فكرة أجمل. هو جايب الراجل اللينك بتاع الغرفة نفسها وحاططها هنا. اضغط أنت على اللينك هتدخل على الغرفة مباشرة. كده أسهل بكتير. على طول على على طول على طول يعني اضغط على الرابط ويدخلك الجروب يا شادي. أيوة. على طول. بالضبط. ياتي اسهل مرة ثانية ما لقيته. أرسله يا راعي الجروب. يا 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 عبد الرحمن، بدل ما ترسل لكل واحد في حاجة اسمها to everyone أو لكل أحد. اضغط مرة واحدة هيظهر عند الناس كلها. فهمت؟ ما بين دي شيء كل إنجليزي ما. اسمها to everyone. طيب انا عندي فكره كمان يا عبد الرحمن يا ابو فهد، ابعته لي انا دلوقتي حالا، ابعته لي انا دلوقتي وانا هبعته لكل الناس الموجودين في الغرفه مره واحده، عشان كده يبقى افضل. تمام. اوكي. وصل. وصل. تمام، الله ينور. دلوقتي هننسخه وبعدين كده وصل للجميع. مظبوط. خلاص مظبوط. جميل، شكرا لك على هذه المساعدة الجميلة. حنا والله يا ابو عاصم ما قصرناك وقدر الله. نكمل. شوف هاي مشاري، يعني ثلاث نقاط اليسار اضغطهم، اضغط شات انا فوق متين الرابط. بدخل بعد الكلاس. الله يعطيك العافية. لا، ما هو مش هينفع تدخل، مش هينفع تدخل بعد الكلاس، لانه بمجرد خروج الغرفه خلاص كل شيء انتهى. فاضغط دلوقتي وانت معانا. ادخل عادي، ما يسوي شيء البرنامج، مش هيعمل لك ولا يؤثر في شيء. هذه صفحه كم مساء؟ The next page. Page 6. Relating to the numbers, you have to say or write the number after or under each photo. Okay? Photo number one. How many apples in the photo? Three. The apples. And yes, three. Picture number two. How many books? Two books. Two what? Two books. Good. Two books. Yeah. Number picture number three.
count the number. Six people. Six what? People. Yeah, six people. That's right. Mm-hmm. But if I say one, one what? One chair. No. I say here, one apple, three apples. One buck, two bucks. Six people. One people, six people. No. One person. What? Yeah, excellent. One person. MashaAllah. One person. مين قالها؟ مشاري؟ أنا يسار. معجب ما شاء الله. One person, six people. Good, very good. طيب خلينا نكمل. وعاصم. Yeah. أبو عاصم. Yes. المفتاح وش هو اللي رقم؟ في مثل مصر بيقول لو صبر القتل على المقتول كان مات لوحده. احنا جايين لها. حاضر استعجل. اصبر اصبر. واحد. اوكي. Picture number four. ستة. One key, six keys. Wow. Six keys. One key, six keys. Six keys. نفس الإجابة اللي قالوها. Yeah, one key, six keys. Six keys. Yeah, that's right. Keys. العائلة هذه لازم في الجامعة صح أقولها. لسه ما قلناش حاجة. لسه بدري أنت لسه بدري أنت بتتكلم فيه. لكن جاوبت صح ما شاء الله. أنا ما قلتها كذا لسه. لسه ما قلناش حاجة منستعجلش. Next photo or next picture. One car. Five cars. Cars. Yeah, cars. Okay. Next picture. One phone. Four phones. One phone, four phones. Four phones. What kind of phone is it? Is it landline phone or what? Nokia. No. Nokia. احنا مش بنعمل دعاية حضرتك للجوالات. انا بتكلم هو landline phone, telephone or what? Landline. This is telephone. What's this? A phone. This is what? This is a phone. What kind of phone? Telephone? No. Not telephone. It's cell phone. It's what? Cell phone. Cell phone. Cell phone. Again? Cell phone. One cell phone. What does it mean cell phone in English? هاتف محمول. In English, don't speak Arabic. Still. What does it mean, cell phone? عبد الرحمن الشمراني. فهد النفيسي. أبو فهد. What does it mean, cell phone in English? بتهزروا يا جماعه. اللي في الصوره ده يا جماعه قدامكم تليفون. جوال. In English. فون. تليفون. تليفون. شكلكم اتغديتوا كبسه. انا حاسس كده. او حد فيكم ما اتغداش مكرونه شبه بعض يعني. فرقت ايه يعني؟ كلها نشويات. كلنا متغدين. ما في حد بقى. ايه متغدين كبسه؟ لا وين. انا اقول كلنا متغدين قاضين. ما عندنا شيء نسوي. حاسس ان هي كبسه مش عارف ليه. او فول مصري. هي كبسه سكننا خمسه. موبايل. طيب قلنا احنا سيل فون means موبايل. اوكي سبحان الله. تخيل من كتر ما احنا بنستخدم الكلمة في اللغة العربية الدارجة فتوقعناها كلمة لغة عربية مش لغة عربية أصلاً.
زي بالضبط كده اللي بيقول كمبيوتر 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 لما تيجي تقول له what does it mean computer in Arabic يقول لك ما اعرفش I don't know. هي في اللغة العربية الحاسوب وهكذا. الحاسوب الشخصي هو الحاسوب المحمول. مثلا المحمول اللي هو اللابتوب، في عندنا اللابتوب وفي ديسكتوب، معنا من التفاصيل دلوقتي. فتخيلوا يا جماعة كتر استخدامنا الخاطئ للغة عمل فينا ايه؟ اوكي يبقى سيل فون اور موبايل. موبايل جود. نيكست فوتو وان وان بنسل. هذا بنسل ولا وان وان بن وان بن 15 بن 15 بنز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pin 9 pins 10 10 معليش. اوكي والان انتهى وقت المحاضره. ان شاء الله بكره الساعه 4 بالضبط الكل هيدخل، نبدا مباشره. عرفنا الطريقه وعرفنا النظام. ابو فهد مشكورا، هيتواصل معايا بالليل بالليل النهارده. ماشي يا ابو فهد، معاك رقمي مش كده؟ معايا. تواصل معايا النهارده بالليل عشان عايزك في حاجه مهمه جدا جدا جدا. اتفقنا؟ ساكن 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 يعني بالليل. مثلا 9 كويس؟ 9 تمام اوكي. انا حتى حلو. لو انا اطلع نمشي بالليل اكلمك على الواتساب عندي. جميل رائع. 9 كويس جدا جدا. معي واي فاي. حلو قوي. انا يا استاذ انا ما اقدر، وانا انام بدري، انام الساعه 7 كده. انا قلت ابو فهد ما اقولش حد تاني، لان هو ماسك الراجل مسؤول المجموعه. مشكور. هو مسؤول المجموعه. طيب يا استاذ بكره الساعه 4 نحضر الدرس الجاي. الله يفتح عليك. مين قال الجمله الجميله دي؟ مشاري. حضر. رائعه جدا يا مشاري. فعلا هتحضر يعني هحضر الدرس الجاي. هنقرا من الكتاب عشان يسجل علينا. بالظبط كده، هنقرا من الكتاب وهنسمعه من السي دي. وايه كمان حاجه هطلب منها، هطلبها من ابو فهد، هينزلها لنا على المجموعه، هتساعدنا كتير جدا ان شاء الله. اتفقنا؟ الله يكرمك يا استاذ. ما قصرت. ثانكس يا استاذ. اوكي، حد عنده اي سؤال؟ يلا بس الله يعطيك العافيه. ابو عاصم يلا شكرا يا استاذ. عفوا، تفضل يا عاصم. ابو عاصم تفضل. في شيء تبي نسوي لك مهم واجبات كذا؟ فقط ان احنا هنسمع الجزء اللي قادم، وفي شيء هطلبه من ابو فهد هينزله على المجموعه هتسمعه. خلاص؟ يعني ما في شيء اليوم سوي؟ فقط انك هتسمع المطلوب، هكتبه على المجموعة من خلال ابو فهد مشكورا. خلاص؟ هو اللي بيرسله ان شاء الله. زين شكرا. استاذ ابو عاصم عفوا تفضل. الرابط انت ارسله لكل الشباب اللي في الجروب اللي هو الله يفتح عليك. اللي هقول لك عليه. حاضر مظبوط. الله يفتح عليك. تمام جميل. طبعا. حد عنده اسئله اخرى؟ شكرا مشكورين. ما تقص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.